بداية حدثنا عن نشأة الشيخ عمر القاضي. يعطيكم العافية، شكرا على الاستضافة. أول شيء بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا الشيخ عمر والشيخ عمر بن عبد الوهاب بن عبد الرحيم بن عبد الله الشافعي، يلقبون بالشافعي نسبة إلى المذهب الشافعي اللي معروف في الجانب الشرقي من الخليج ويلقب أيضا بالقاضي بحكم أنه كان قاضي في البحرين، فاشتهر بأنه هو الشيخ عمر القاضي. طبعا نشأته أو خلينا نقول يعني ميلاده، ولد في 1929 في بر فارس، تحديدا في قرية دشتي على الراجح. بعدين طبعا بحكم أغلب نشأة العلماء هناك كان يبعثونهم إلى بعض القرى المجاورة، منها كانت في بندر يسمونها بندر لنجا أو بندر لنجا، وهي على الحدود المتاخمة مع يعني الجانب الشرقي من الخليج العربي في إيران حاليا، في منطقة يسمونها نخل خلفان. فبعث هناك وهو صغير طبعا، فتعلم لمدة 9 سنوات. أسرته طبعا هي أسرة علمية معروفة، يعني والده اللي هو يعني جدي الأكبر الشيخ عبد الوهاب معروف أيضا كأحد مشايخ المنطقة هناك، وأيضا حتى جده اللي هو الشيخ عبد الرحيم وأيضا عبد الله، فهي من أسرة معروفة بأسرة العلم والفضل الحمد لله. ونعم هو الوحيد كان من الذكور الوحيد كان. نعم هو الوحيد. فطبعا اختيارهم دائما أن يعني أغلب الأشخاص يحاولون أن يهيئونهم يكون من أهل العلم، يعني فيبتعثوا هناك في هذه الأماكن بندر لنجنع في نخل خلفان، هي قرية صغيرة يعني حتى يقدر عددها بالمئات، فيها مدرسة علمية عبارة عن كتاتيب القديمة الموجودة يعني بالنظام القديم. يعني هو ذكر في سيرته الذاتية أنه تعلم على يد الشيخ أحمد نور الشيخ عبد الله في منطقة نعم نخل خلفان، وابن أخو الشيخ أحمد اللي هو العلامة عبد الله بن خنجي كما سماه هو يعني. فاستمر تعليم هناك حوالي 9 سنوات، يعني يفترض أن يكون هذا هو التعليم الأساسي الابتدائي والإعدادي والثانوي يعني. بعدين انتقل إلى البصرة والعراق. للأسف ما في تفاصيل يعني موجودة أو مكتوبة عن حياته هناك في البصرة ولا كم سنة قضاها هناك، لكن هو ذكر أن تلقى العلم على يد عدد من المشايخ، منهم الشيخ عبد الوهاب حسون الفضلي والشيخ عبد المحسن أبو أبطين. لكن بصراحة ما في معلومات مثل ما ذكرت عن كم سنة يعني جلس في البصرة، وذكر أنه هو راح على طبعا أن والده هو تكفل في كامل يعني إقامته في البصرة وتكلفة التعليم وغيرها يعني. بعد البصرة انتقل إلى مصر طبعا، مصر جامعة الأزهر. مصر معروفة طبعا خصوصا جامعة الأزهر، كان هي يعني كعبة الطلبة، يعني أن الكل يطمح أن يدرس في هذه الجامعة، ربما كانت من جامعات النوادر في ذاك الوقت وأشهر جامعة معروفة. ابتعث في سنة 1952 ودرس 4 سنوات وحصل على شهادة الليسانس اللي هي البكالوريوس أو يسمونها اللي هي الشهادة العالمية في الشريعة الإسلامية. طبعا من 56 درس الماجستير في عنده، يظهر والله أنه عنده شهادتين ماجستير، واحدة في اللغة العربية والثانية في القضاء الشرعي، ثنتين من جامعة الأزهر بعد يعني. في هذه السنوات التقى بأول بعثة بحرينية لجامعة الأزهر من الأوقاف السنية أرسلت، منهم كان الشيخ يوسف الصديقي رحمة الله عليه والشيخ عبد الله المطوع والشيخ عبد الله الفضالة وغيرهم يعني. فيبدو أن معرفته هناك معاهم هي اللي أدت فيه أنه بعدين انتقل إلى البحرين. تقريبا سنة 64 أنه هو تولى القضاء، أو قبل 64 بعد هو تولى القضاء حسب ما ذكر في سنة 64، فيبدو أنه في قبلها بسنة أو سنتين كان طبعا يروح يكمل الدراسة في مصر ويرجع. يعني من سنة 60 إلى 74 كان يدرس الدكتوراه، والتأخير اللي صار في الدراسة بسبب سببين. السبب الأول وفاة المشرف على الأطروحة، والسبب الثاني حرب أكتوبر 73 نعم مرت فيها مصر مثل ما نعرف. ففي سنة 74 حصل على الدكتوراه بكلية الشريعة جامعة الأزهر،
وفي اطروحته كانت بعنوان موقف الاسلام من المعاهدات الدوليه دراسه مقارنه. ونظن احنا والله اعلم انه هو اول بحريني اخذ الدكتوراه من جامعه الازهر. وايضا هي بعد يعني ربما معلومه غير موثقه انه لا يزال هو الوحيد في اقصد الشرعي عند تخصص الشريعه او شهاده شرعيه من دكتوره اقصد من جامعه الازهر. ربما شخصين او ثلاثه من قبل في البحرين ثبت انهم ابتعثوا لكن حصلوا شهاده الليسانس يعني، لكن ما حد كمل الدكتوراه في جامعه الازهر. الوحيد اللي نظن والله اعلم انه هو الشيخ عمر القاضي رحمه الله عليه. في التحديد كنت ذكر في مذكراته انه في 31 اكتوبر 64 صدر قرار تعيينه، فهو سكن اول ما سكن في منطقه الحد، بعدين انتقل الى القضيبية، وبعدين الجفير، وبعدين رجع القضيبية مره ثانيه. وبعدين عين طبعا يعني تدرج المناصب، صار وكيل المحكمه الشرعيه الكبرى، بعدين قاضي محكمه الاستئناف في سنه 77، واستمر قاضي محكمه الاستئناف الى وفاته رحمه الله عليه سنه 2004. نعم انا يعني انا اذكر كنت في المرحله الثانويه يمكن الاعداديه كنت ازور هاي المكتبه، ما شاء الله يعني ضخمه، وحتى كثير من الناس يزورونها ويستعينون في بعض المصادر او المراجع. فيها مئات الكتب، ربما الاف حتى يعني، في كل التخصصات يعني بدات التخصصات الشرعيه فيها من جانب الفقه والحديث والسير والتراجم، حتى الفقه الجعفري كان عنده كتب كثيره في الفقه الجعفري. ويذكرون عنه انه ما كان يسافر اي مكان الا ويرجع عنده كم من الكتب. ايضا في اللغه والشعر والادب. اللي يميز المكتبه ان فيها بعض مخطوطات باللغتين العربيه والفارسيه من كتابته هو، وايضا من كتابات غيره. حتى في بعض المخطوطات يقدر عمرها ب 300 او 400 سنه يعني. للأسف الآن يعني لم تخدم هذه المخطوطات. والله حاليا طبعا الورثة اللي هم أولاد الشيخ عمر أوقفوا المكتبة مع مكتبة الشيخ عيسى، أوقفوها هناك. لكن إن شاء الله إذا في العمر بقية و الله يبارك إن شاء الله في العمر وفي الوقت يظهر. نعم نعم، بس هل كلها أو لا ما ندري يعني. نعم في الغالب هو طبعا اول ما انتقل الى مصر ثم البحرين كان عنده مجموعه كتب بداها، وبعدين كان دائما يشتري كتب او تهدى اليه كتب كثيره يعني. اشتراها بعض من البحرين، من السعوديه، من مكه، من مصر، من غيرها من الدول يعني. فكان عنده نهم في قضيه اقتناء الكتب وقراءتها، وحتى قضيه قراءتها دائما يعني في اليوم لازم ساعه الى ساعتين يعني يقرا. وايضا يتم بعدين في عنده يوميا يستقبل في مجلسه الناس. يعني بصراحه ما عندنا تفاصيل في هالموضوع، لكن هو اشتهر بالفتيا، بطلب الفتيا، وايضا القضاء التقاضي عنده يعني، وكان مشهور بسماحته وانه اختيار دائما منهج التيسير. وكان يقصده كثير من الناس حتى في مجلسه يعني للتقاضي او للتحاكم خلينا نقول، بعيدا عن القضاء يعني ولحل المشاكل. لكن بصراحة كقصص في القضاء نفسه، توليه القضاء، هذه ما للأسف ما عندنا يعني أي معلومات عنها. المشكلة حتى القضاة اللي كانوا معاه بعد كلهم رحمة الله عليهم يعني. نعم واشتهر بدوره في المجلس الخاص فيه يعني، كان يعني كثير من الناس يزورونه مثل ما ذكرنا في شهر رمضان وحتى خارج شهر رمضان، إما يعني استفتاء وإما خلينا نقول السمر معه، وخصوصا بين المغرب والعشاء كان دائما يعني يستقبل الناس. وفي الغالب اكثر الناس يجون يعني لطلب عقد النكاح يعني، وكان مأذون شرعي من توليه القضاء الى وفاته يعني. يعني يقدر عدد عقود الزواج اللي عقدها الشيخ حوالي 2000، حتى 2000 عقد، حتى في يوم واحد يقولون انه 15 عقد في يوم واحد كان يعقد. فحتى البحرينيين وحتى من خارج البحرين يعني يعقدون، كانوا عنده. هو من المشايخ النوادر اللي كانوا يعقدون حتى لخارج البحرين، او مثلا البحريني على غير بحريني. نعم هو خطيب في جامع الشيخ حمد بالمحرق، قضى يعني اغلب عمره خطيبا في هذا الجامع، وفي بعض الاوقات كان يخطب في جامع جمعية الإصلاح أيضا في المحرق. لا ما كان إمام، كان فقط خطيب. نعم في عنده مخطوطات مثل ما ذكرنا باللغتين الفارسية والعربية من كتابته. نعم يعني كمقالات وخطاب ودروس أو حتى يعني استفتاءات يعني أو فتاوى.
عنده كتيب صغير عن الإسراء والمعراج، وعنده طبعا أشهر كتبه اللي هو رسالة الدكتوراه اللي هي موقف الإسلام من المعاهدات الدولية، مطبوعة هذه الرسالة من 77 موجودة. أيضا عنده تفسير القرآن الكريم باللغة الفارسية، وهذا يمكن تفسير نادر، من التفاسير القرآن باللغة الفارسية قليلة يعني، وحسب ما نقل إلينا أنهم ما كمل هذا التفسير لحد الآن، ونطمح إن شاء الله أنه يعني يأتي من يعني يكمل هذا التفسير ويطبعه. فتقريبا هذه المؤلفات البسيطة اللي عنده. ما كان عنده دور، الشيخ ما كان حاب يتخصص في هذا الجانب، وتخصصه كان في القضاء يعني، لذلك أغلب الفتاوى وأغلب المستفتين يجونا في قضايا الأحوال الشخصية وأمور الطلاق والزواج وحل المشاكل يعني، مشهور أنه دائما يعني يستدعى لحل المشاكل يعني. مرة في بعض الخطب تأخر بعد خطبة الجمعة، واحد نادى وراح رجع عقب ساعة، كان السواق انتظره والجماعة اللي معه، فكان راح يحل مشكلة يعني بين زوجين ويرجع. حلقات تدريس ما عنده، لكن كان مجلسه مفتوح وفي يطرح أحيانا بعض بعض القضايا وبعض خلينا نقول التوجيهات الشرعية للموجودين نفسه، وأيضا إلى الفتاوى اللي كانت تكون موجودة يعني. الشيخ طبعا أغلب أوقاته يكون في المجلس نفسه أو في مكتبه يكون يعني، تقريبا بعد ما يرجع من الدوام قبل ما يرتاح، بعدين فترة العصر تكون فترة قراءة في الغالب أو قضاء حوائج الآخر، لكن من المغرب إلى بعد العشاء في المجلس ماله يعني. فهواية القراءة، الاطلاع، الشعر، كان يحب الشعر والأدب، هذه أغلب هواية الشيخ. هو كثير السفر، نعم، في دائما في الصيف يسافر مصر، سوريا، هذه أغلب الدول اللي زارها، أكثر الدول ربما زارها يعني. هو توفي رحمة الله عليه في سوريا في أثناء إجازته، توفي هناك يعني. ذكرت قبل شوي قصة الخطابة يمكن بعد المسجد، في واحدة من القصص المشهورة عنه، هو كان من ضمن هيئة الرؤية لرؤية الهلال، فكان يوم 29 أو ليلة 30 رمضان أو 1 شوال، فاجتمعت هيئة الرؤية وما حد تقدم لرؤية الهلال، وأيضا ما في خبر من أن المملكة العربية السعودية أعلنت العيد، فكان طبيعي أنه يستكمل رمضان 30 يوم. فبعد رجوعه للبيت تلقى اتصال من هيئة الرؤية أن المملكة العربية السعودية أعلنت أن بكرة العيد بناء على رؤية، يمكن الله أعلم. فهو احنا هيئة الرؤية موافقين على الإعلان بكرة العيد، فهو رفض، قال لا أنا باكر بصوم وأفتي بالجميع بالصيام. فبعد كم يوم يقال أن المملكة العربية السعودية أعلنت خطأ الرؤية هذه، وبالتالي على الجميع قضاء يوم اللي هو يوم 30 من رمضان يعني. أثبتت يعني مصداقية أو حقية الشيخ في هذا الرأي يعني.